تشيجو. مانجا 64 بوابتك لكل ما يخص عالم الفيديو جيمز. اهلا بيكم من تاني على قناة مانجا 64، بوابتكم لكل ما يخص عالم الفيديو جيمز، وحلقة جديدة من حصاد الاسبوع اللي بنتابع فيها سواء احدث اخبار عالم الفيديو جيمز اول باول. لو ديت اول مرة ليكم على القناة اهلا بيكم، ياريت تعملوا سبسكرايب، وفي كل الاحوال لو الفيديو عجبكم ياريت تعملوا عليه لايك، وهكون متشكر جدا لدعمكم. اول خبر معانا الاسبوع دوت يخص لعبه سوبر سماش براذرز التيميت. زي ما احنا عارفين طبعا في عرض النينتندو دايركت اللي فات تم الكشف عن شخصيه كازويا كاخر شخصيه منضمه لتشكيله المحاربين في لعبه سوبر سماش براذرز التيميت. والاسبوع دوت ساكوراي المصمم الرئيسي للعبه عرض لنا مقطع طويل جدا كالعاده يكلمنا فيه عن حركات الشخصيه، تفاصيل بتاعه صناعة الشخصية في اللعبة، رغي كتير لكن يعني هو ساكوراي بيحب يعمل كده. وتم الكشف برضو عن سكنين للشخصيات محاربين المي، دانتي وشانتي. الغريبة في الموضوع ان دانتي كان في ناس كتير متوقع ان هو هيبقى الشخصية الاخيرة، فظن كده ان نقدر نستبعد الاوبشن دوت. ما ظنش حد كان بيفكر في شانتي ابدا، كنت انا كنت احب اشوفها الصراحة، لكن على الاخد التمثيل ما. لكن ده طبعا بيفتح الباب ايه هي الشخصية الاخيرة. ساكوراي قال انتوا مش هتسمعوا مني حاجة لحبة حلوين، فغالبا يمكن لاخر السنة، يمكن في اخر شهر في السنة بالتحديد في الجيمز اوورد زي ما عملوا قبل كده. لكن دوت طبعا بيفتح الباب زي ما قلت للتساؤل مين هتبقى الشخصية الاخيرة. انا ما زلت مقتنع ان غالبا هيبقى كراش، بس مش عارف، قولوا لي في الكومنت سيكشن تتوقعوا ايه الشخصية الاخيرة اللي هيتم الكشف عنها في اخر السنة دي. طبعا احنا الشهر ده على موعد مع اعادة اصدار زلدا سكايورد سورد HD المرة دي على جهاز النينتندو سويتش. بالمناسبة انا عامل giveaway للعبة ديت، هحط اللينك بتاع الفيديو بتاع giveaway في الديسكريبشن، لو لسه ما اشتركتوش فيه ممكن تلحقوا لو تتفرجوا على الفيديو دوت قبل 14/7. المهم نينتندو عملت فيديو جديد بيكلمونا فيه عن اللعبة، ولكن المرة دي بيقولوا لنا ايه التحسينات بقى. فاحنا اوريدي كنا عارفين ان هم غيروا نظام التحكم، يعني كان قبل كده علشان تلعب اللعبة لازم تلعب بالوي موت وبالموشن والكلام دوت، ففي الاوبشن بتاع انك تلعب بالتحكم العادي، ده احنا اوريدي عارفينه، وعارفين طبعا اللعبة هتبقى HD وعلى 60 فريم، كل دوت جميل. لكن كمان قالوا لنا ان في بعض الحاجات هيغيروها، منها مثلا ان في دي الشخصية اللي بتكلمك كل شوية مش هتقعد تزن عليك، دوت على فكرة حاجة تخلي اللعبة دي تتحول من لعبة كويسة من سلسلة The Legend of Zelda لعبة عظيمة، لان كان من اهم العيوب فيها كانت في كل شوية تقعد توقفك تقولك كلام انا مش عايز اسمعه يا ست، اسكتي بقى الله يخرب بيتك، سيبيني العب، سيبيني اكتشف، سيبيني انط من فوق الجزيرة وانزل على الارض، لازم تطلع. فده هيتلغي. وحاجة تانية كمان هتتلغي، كان كل ما تجيب حاجة تلاقي تفاحة، تلاقي كوين، تلاقي اي لزينة، تلاقي برضو يطلع لك كده سكرينة يقول لك ده دي تفاحة، يا عم انا عارف انها تفاحة وانا عم انا شايف انها تفاحة، تاخدها تاني يقول لك على فكرة دي تفاحة، يا اخي خلاص عرفت انها تفاحة. فالكلام ده هيتلغي، وفي اوبشن انك تعدي الديالوج بسرعة وبتاع، يعني اضافات بسيطة لكن الصراحة اضافات هتخلي اللعبة افضل، هتخلي انسجامك جوه اللعبة والفلو بتاعها اريح وافضل. فديت حاجة تخليني اتحمس اكتر لسكايورد سورد الصراحة، ولو ان انا اوريدي يعني الحماس خلاص هيفرتك الترينك. تالت خبر معانا ممكن يبتدي يخلينا نتحمس لحاجة جديدة من كونامي، لان تم الاعلان على ان كونامي وبلوبر تيم عملوا مع بعض اتفاقية تعاون بحيث ان هم هيشتغلوا على مجموعة من الالعاب او لعبة ما، ما نعرفش هي ايه. بلوبر تيم ديت للتذكرة هي الفريق المسؤول عن لعبة The Medium اللي نزلت اول السنة، المسؤولين عن لعبة Blair Witch. هم عامة بيعملوا شغل هايل جدا في العاب السايكولوجيكال هورر او الالعاب البقاء الرعب السايكولوجي. فايه يا ترى من كونامي ممكن يتعمل بالطريقة ديت؟ ايه سايلنت هيل جايز. الفكرة ان احنا اوريدي عارفين ان على الاقل وفقا لبعض التقارير او الاشاعات ان في شركة تانية غير بلوبر تيم بتتعاون مع كونامي في انتاج لعبة جديدة لسايلنت هيل، فبس جايز يبقى في لعبتين، ليه لا؟ ديت اتجاه وديت اتجاه تاني، ديت بطريقة وديت بطريقة تاني، ممكن جدا، يعني مش حاجة غريبة، خاصة ان اكيد لو بلوبر هتطلع حاجة مع كونامي فمش هيبقى
لسه هيبتدوا، ده لسه بيتعاونوا، فيعني لسه ماضيين العقد، بينما الشركة التانية كانت شغالة على اللعبة بقالها فترة، فيمكن مثلا دي تنزل وبعدها بسنتين ثلاثة تنزل، الله أعلم. لكن طبعا يعني استحالة نشوف بلوبر تيم شغالة مثلا على ماتل جير أو كاسلفينيا أو حاجة زي كده. ولو إن على فكرة أنا متخيل إن هم لو حبوا يعملوا كاسلفينيا في إطار سايكولوجيكال هورر، ده هي تبقى فكرة صايعة جدا لو اتعملت صح طبعا. يعني يعملوا لنا كاسلفينيا جديدة تقليدية 2D الكلام دوت زي احنا نفسنا فيه، بس يخلوا بلوبر تيم مثلا تعمل حاجة بقى في جو الفامبايرز ومصاصين الدماء والوحوش والكلام ده، تبقى فكرة صايعة جدا. ايه رأيكم؟ على سيرة كونامي، الخبر الرابع اللي معانا النهاردة يخص كوجيما، لان زي ما احنا عارفين بقالنا فترة في تلميحات كده تبان لنا من فيل سبنسر رئيس شركه اكس بوكس انه في تواصل ما مع كوجيما، لانه وراه في الباك جراوند بتاعته في مكتبه كان قبل كده حاطط جهاز نينتندو سويتش، ده لان مايكروسوفت بتتعامل مع نينتندو سويتش. وبعد كده لقينا تميمه شركه كوجيما الجديده اللي هي كوجيما برودكشنز برضو محطوطه وراه، فطبعا الناس ابتدت تفترض اكيد هو حاططها كنوع من انواع الرساله وفي اشاعات. المهم اللي انا عايز اقوله دوت هو مش خبر على قد ما هو يعني اشاعه او كلام طاير، وبيجي بالذات من جيف جراب. جيف جراب دوت صحفي وتويترجي ومسرب يعني معروف وتقيل يعني، وعادة لما بيقول حاجة بيبقى على الأقل يعني ما كانتش هاكس بتبقى تخمينات مظبوطة أو مبنية على بعض يعني المعلومات اللي بتوصله. فهو بيؤكد وبيبصم بالعشرة إن كونامي خلاص سوري إن كوجيما خلاص اتفق مع مايكروسوفت مبدئيا على إن هم هيشتغلوا على حاجة سوا. طبعا الحاجه دي قدامها سنين وسنين على بال ما تظهر، لكن الفكره وفقا لجيف جراب ان مايكروسوفت عاوزه تمول كوجيما برودكشنز بحيث ان هو يعني يطلق لخياله العنان ويبدع. وانا متصور مايكروسوفت على عكس سوني مش هيبقى فارق معاها كوجيما هيعمل ايه، او حتى لو اللعبه اللي هو هيعملها تبقى قويه ولا لا، هو مجرد بس ان اسم او براند كوجيما يخش في الجيم باس، ده بالنسبه لهم كده 100 فل و10 بيقووا البراند بتاعهم. على اي حال ديت حاجه احب اشوفها، يعني انا احب اشوف ان كوجيما يبقى متساب له فلوس كتيره ومتساب له مديله تكنولوجيا قويه ويلا اخترع اي حاجه اي حاجه، كوجيما ممكن يعمل اي حاجه. الخبر الخامس اللي معانا النهارده هو ان سوني اعلنت عن اكسبانشن او دي ال سي جديد للعبه جوستس اوف توشيما. اللعبة طبعا حققت نجاح كبير جدا السنة اللي فاتت، من اظن من افضل الالعاب على البلاي ستيشن 4 وفقا لتقارير الناس وفقا لردود افعالهم وفقا لتقارير النقاد. انا لحد دلوقتي ما لعبتش اللعبة، بس ده كويس عشان ممكن دلوقتي العبها على البلاي ستيشن 5 وهنيجي تاني للموضوع دوت. المهم اللعبة هتبقى بعنوان او الاكسبانشن هيبقى بعنوان Ghosts of Ikishima. والله انا لا عارف انطق تسوشيما هي توشيما ولا تسوشيما، يقولوا لي لا تسوشيما، انا مش عارف احط التيه مع السين مع السي مش ماشيه، ودلوقتي ايكيشيما بس يمكن تبقى ايكشيما معرفش. المهم لعبه جوستس اوف توشيما يا اختي، لعبه جوستس اوف توشيما هينزل عليها اكسبانشن جديد جوستس اوف ايكيشيما، ما نعرفش اكتر من كده. هتبقى مثلا قد ايه؟ هي هتبقى ب $20. هل بقى $20 دول هيدولنا مثلا 6 ساعات لعب 8 ساعات لعب 10 ساعات لعب ساعتين لعب؟ مش واضح لسه، بس اظن هم هيعملوا حاجة محترمة. يعني هم اكيد سوني يعني مش بتعمل اكسبانشنز اي كلام، صح؟ الخبر التالي اللي معانا هو ان مايكروسوفت عملت بيان صحفي. الصراحة انا شايف ان هو حاجة يعني مولعة نار، بس مش حاسس الناس لسه مقدرة او مدركة معنى الكلام دوت ايه. المهم يعني مايكروسوفت حبت تقول للناس اللي عندها خدمة الجيم باس ألتيميت ان الف مبروك، دلوقتي تقدروا تعملوا ستريمينج لكل الالعاب اللي على خدمة الجيم باس او على الاقل اتباعا يعني دوت اللي هما بيحاولوا يوصلوا له من خلال الاندرويد. لو عندك محمول اندرويد، عندك محمول ابل اي او اس، تمام مفيش اي مشاكل، او ويندوز 10. غالبا الستريمينج لسه مش هيبقى 4K 1080p، واكيد مع الوقت هيتطوروا. يا جماعه ده بيان قوي جدا، يعني هي مايكروسوفت انا مش عارف اوصل ما شاء الله جيبه واسع وبيعملوا فلوس وما بيكسبوا، هم مش شركه خسرانه ومش قاعدين بيعزقوا فلوس، بس يعني هم عندهم القدره ان يعملوا اللي جوجل ما عملتوش مع ستيديا، اللي حاولوا يعملوه وما عرفوش يعملوه، وهياخدوا وقتهم. لكن في النهايه انا متصور ان في خلال سنتين ثلاثه خدمه الجيم باس ديت هتبقى في مكان تاني خالص، في مكان تاني خالص. وفكره انك تلعبها على كمبيوتر، يعني انت متخيل انت لو عندك كمبيوتر خريج سوري يعني اي كلام وقاعد شغال عليه
واخرك تلعب مثلا عليه سوليتير، مش قوي كده يعني، بس فورتنايت مثلا اخرك تلعب فورتنايت لو سيتنجز، بس تقوم ستريم العاب نكست جن على الجهاز بتاعك يعني لو عندك انترنت قوي. دي حاجة رهيبة يعني، دوت هيوصل ان الناس فعلا تشترك في خدمة الجيم باس وما تبقاش عايز تشتري كونسول. انت عشان تشتري كونسول 16,000 جنيه و13,000 جنيه وتجي لك اي بي اس تحط ايدها في جيبك وتاخد وتقول لك معلش هديك ضمان سنتين واي كلام الحاجات ديت، لا خلاص انت بقى فكك من الكلام دوت. عندك حاجة بشاشة متوصلة بالنت، خد يا معلم. لسه شوية مع الاكس بوكس، ومايكروسوفت اعلنت لنا عن الالعاب اللي هتنزل مع خدمة جولد لشهر 7. عادة الالعاب بتبقى ملهاش اي لازمة الصراحة يعني، لو انا بقالنا اهو كام 3 4 شهور عمال كل لما اغطي العاب الشهر بحس اللي هو انا ليه بعمل كده اساسا، بس لازم اقول لكم المرة دي يعني لحد ما في لعبتين، في لعبتين ممكن اقترحها عليكم. زي ما احنا شايفين في الكارت دوت معانا لعبة اسمها بلانت الفا. اللعبة ديت انا عجبتني جدا، ومش بس كده ده انا حطيتها كمان في قائمة او واحدة من قوائم بتاعت افضل 5 العاب لم تسمع عنها على نينتندو سويتش. انا مش بقول انها لعبة اسطورية، لكن بلانت الفا لعبة حلوة قوي. في لعبة روك اوف ايجز دي امبولا، وكونكر لايف اند ريلودد. اللعبة ديت جامدة جدا، كونكر ده فشيخ يا جماعة يعني، ده في الأساس كان نزل على النينتندو 64 كونكرز باد فير داي، واللعبة كانت تبان إنها كرتونية وأطفال وبتاع، لكن هي لعبة سافلة جدا، وبالمناسبة كانت واخدة ريتنج ماتيور يعني، واخدة ريتنج زي بتاع جراند ثيفت أوتو كده على النينتندو 64 تخيلوا. فكونكر اللي على الإكس بوكس لا أقترح إنكم تجربوها، لعبة جامدة جدا. وعلى سيرة الألعاب اللي بتضم للخدمات، تعالوا نتكلم عن الألعاب اللي تم إضافتها لخدمة البلاي ستيشن بلس. زي ما احنا شايفين في الكارت دوت، فمقتنيين البلاي ستيشن 5 هيجي لهم A Plague Tales Innocence. ديت إضافة حلوة، لعبة جميلة جدا، أنا لعبتها شوية، أنا شايف إنها لعبة جامدة، الناس اللي لعبتها بتقول إنها جامدة، واخدة تقييمات حلوة، هينزل لها جزء جديد قريب. والناس اللي عندهم بلاي ستيشن 5 وبلاي ستيشن 4 هينزل لهم Call of Duty Black Ops 4. يعني هي لعبة قديمة شوية، بس دوت أظن من باب التسخين لكول أوف ديوتي الجديدة اللي نازلة. وطبعا W2K Battle Grounds يعني بصوا يا جماعة ملهاش لازمة. ولسه مكملين مع سوني واستحواذها على فريقين تطوير جداد، هما بقالهم فترة بيكبروا السوني ستوديوز بتاعتهم. فنبتدي بأول واحدة وهو هاوس ماركي. هاوس ماركي طبعا كانوا عاملين لعبة ريتيرنال اخر حاجة، وكانت لعبة انا من وجهة نظري لعبة عظيمة جدا على مستوى عالي جدا. صحيح لم تستخدم امكانيات البلاي ستيشن 5 زي مثلا ما شفنا مع راتشيت اند كلانك، لكن لعبة جامدة جدا بتوضح قد ايه ان الفريق دوت عنده خيال، عنده قدرة على الابداع، وعندهم كمان قدرة على تخليص الألعاب وتفنيشها بشكل محترم الصراحة يعني. دوت حاجة احنا مفروض نفترض انها تبقى موجودة في المنتجات اللي بتوصل لنا، لكن يعني مش سايبر بانك الصراحة، بس يعني سايبر بانك وغيرها خلونا نحس لما بتطلع لك لعبة جاهزة ومتظبطة وفيها باجز بس حاجات بسيطة يعني بتبقى حاجة غريبة. فهاوس ماركي شغلهم رائع جدا، وهم ألقوا بيان قالوا ان احنا ان شاء الله يعني دوت هيدلنا فلوس، طبعا ما مالوش فلوس بس دعم من سوني، فهنعمل لكم حاجات اقوى، هنقدر ان احنا نبدع بشكل افضل، وان احنا بنتطلع للربع قرن اللي قدام نعمل لكم العاب يعني بلا بلا بلا. بس انا احب اشوف حاجة جديدة من هاوس ماركي غير ريتيرنال يعني، ريتيرنال عظيمه بس ما اظنش ان هيبقى في ريتيرنال 2 يعني، لكن يعملوا لنا حاجه جديده، يعيدوا ابداع طور جديد من طور الالعاب زي ما عادوا التفكير والتطوير في حاجه زي الروج لايك جيمز مع ريتيرنال، يخترعوا لنا بقى حاجه جديده. دوت عامه منهج سوني، هي سوني عايزه تعمل العاب بجوده عاليه، هي هو دوت المنفذ الوحيد ليهم في الجيل ده. مهما ما حاولوا ان هم ينافسوا مايكروسوفت في خدمات الاونلاين، هم بيحاولوا وممكن يوصلوا لدرجة قوية من الخدمة، لكن هو فعلا رهانهم على الالعاب التقيلة او حتى الالعاب اللي ما بين 80 ل 90%، هم مش عايزين ينزلوا عن كده. شفنا ايه اللي حصل مع ديز جون. سوني كمان اعلنت الاستحواذ على فريق نيكسس. فريق نيكسس مش معروف عنه انه بيعمل العاب اوريجينال، العاب اصلية، لكن من الحاجات اللي هو مشهور بيها ومتخصص فيها هو نقل الالعاب للكمبيوتر.
ففي الفتره اللي فاتت هم اشتغلوا، يعني بص بقى لهم كتير كتير شغالين على الحوار ده، بس هم بيشتغلوا على العاب تقيله يعني حاجه زي مارفل افنجرز والكام جزء بتاع توم بريدر اللي نزلوا مثلا، يعني ده بس مجرد كمثال. فبيعرفوا يعملوا دوت وبيعملوه بشكل كويس، ودوت اظن متسق مع اتجاه سوني انها تنقل بعض من العابها على البي سي. فاحنا اوريدي شفنا انشارتد هتنزل على البي سي، شفنا هورايزن، شفنا ذا ستراندنج، شفنا حاجات كتيره جدا، دايز جون طبعا، كل دول ما هينزلوا على البي سي. اظن ان هم ممكن يستخدموا فريق اكسس اللي هو طب بص بقى احنا هنديك الالعاب ديت نزلها لنا على البي سي. اظن دوت السبب استحواذ على الفريق دوت. عامه هنشوف في الفتره اللي جايه. اخر خبر معانا النهارده تفتكروا يخص ايه؟ نينتندو سويتش برو. والله ما ببقى عاوز اتكلم عنه لحد ما يبقى فيه حاجه نقدر نمسكها في ايدينا، خبر مؤكد، اي حاجه يعني، مش حتى تقرير من بلومبرج ولا، بس لازم انقل لكم الاخبار. وانا عامه بتعمد ان خلاص ما اقعدش احط صورته الافتراضيه على صوره مصغره، ولا حتى اجيب سيرته في عناوين الفيديوهات، مع ان دوت بيجيب لي ترافيك، بس يعني الاول لما كنت بعمل كده ببقى فعلا بنقل الخبر وانا متحمس وحاسس اوكي ده في حاجه جديده على نينتندو سويتش برو، بعدين قاعدين بنتكلم عليه الموضوع بقى ماسخ قوي. المهم الاسبوع اللي فات قلنا ان كان في لقاء صحفي ما بين رئيس نينتندو واتكلم فيه عن نينتندو سويتش برو كالعاده، يعني ايه غلوش. طبعا كنا بنتكلم عن داك باوزر، فالمره دي رئيس نينتندو ذات نفسه كان في لقاء مع المستثمرين، مع حمله الاسهم. وحمله الاسهم ده ممكن يبقى واحد زيي او زيك شاري سهم في نينتندو وعايش في اليابان ويروح يتكلم مع رئيس نينتندو. فهو اتسال سؤال قال له والله كان في اشاعات او اخبار ان نينتندو سويتش برو هينزل وهيتم عرضه قبل الاي 3 او اثناء الاي 3، دوت ما حصلش، فسعر الاسهم وقع، فايه بقى القصه في الموضوع دوت، يعني ايه هتعملوا ايه؟ فهو رد عليه قال لهم طبعا ما عندناش، بصوا هو الفكره انه الكلام بالياباني وتم ترجمته بالانجليزي، وانا هاخد الترجمه اللي بالانجليزي اترجمها لكم بالعربي، تمام؟ فممكن في بس البروسيس الصغير دوت الدنيا تخرب خالص، بس المهم هحاول يعني. هو من الاخر كده قال لهم طبعا احنا ما عندناش اي اخبار، ما عنديش اي حاجه جديده اقولها على جهاز النينتندو سويتش، وان هو هيتجنب ان هو يتكلم عن الموضوع دوت، عن قال بالظبط كده I will refrain from talking about the new model، انا ساتجنب الحديث عن الموديل الجديد، وان انا هتكلم عن الموضوع في الوقت المناسب. طبعا في ناس ترجمت دوت على انه هو كده تقريبا شبه اكد ان خلاص في نينتندو سويتش برو، لانه بيقول لك انا هتجنب الحديث عن الموديل الجديد، الموديل الجديد يعني في موديل جديد بقى، وان هو في الوقت المناسب هيتكلم عنه يبقى موجود. بصوا هو ممكن يكون لو قال كده تبان كده، لكن هو قال حاجه بالياباني ترجمت بالانجليزي وانا بترجمها لكم بالعربي، فالله اعلم بالظبط يعني بقى ايه في الترانزليشن دوت ايه اللي ضاع او ايه المعنى اللي تم اضافته او إيه، يعني الله اعلم. على اي حال لما يبقى في حاجه هقولها لكم، لكن يبدو كده يعني انا الحاجه الوحيده اللي تخليني احس ان اوكي الخبر دوت قد يكون له مغزى انه لم ينفي، يعني هو السنه اللي فاتت نفوا في بدايه السنه طلع شوية كلام عن نينتندو سويتش برو، قام طلع بيان قال لك مفيش خلاص، لان هو مهم جدا بالنسبة لهم ان الجهاز يبيع الموديل القديم اللي موجود واللايت بتاع، فقال لك الناس هتستنى البرو، لا احنا من الاول كده نقول لهم مفيش برو السنة دي، لكن هم ما بيعملوش دوت دلوقتي. فهل دوت معناه ان هم يمكن في خلال الشهر اللي جاي او اللي بعده والله اعلم يعلنوا عن حاجة قبل الاجازات؟ هنشوف. وبكده نبقى خلصنا حلقة حصاد الأسبوع النهاردة، أتمنى إنها تكون عجبتكم وأتمنى إنكم تكونوا استمتعتوا بيها. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا عليه لايك، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة ياريت تعملوا سبسكرايب عشان تتابعوا محتواها أول بأول، ونشوفكم على خير الفيديو الجاي.